يعني وردني قبل قليل من مصادر أن الجماعة الذين اعتادوا على الشهادة برؤية الهلال قد تقدموا للشهادة قبل قليل في المملكة العربية السعودية. لا نعلم حتى اللحظة ما هو القرار الرسمي في المملكة، هل ستقبل هذه الشهادة، خاصة أنها جاءت من منطقة يغيب فيها القمر مع الشمس، وبالتالي هذه رؤية مستحيلة قطعا. نأمل أن يكون قرار المسؤولين بعدم قبول هذه الشهادة لاستحالتها وتعارضها القطعي مع الحقائق الفلكية. محمد، يعني معنى ذلك أن هناك منطقة في السعودية شهد هناك الهلال من البعض. هو لم يشاهد، هو البعض قال أنه شاهد الهلال. نحن نعلم أن لدينا إشكالية حقيقية، أي منطقة؟ هي منطقة معروفة، هي منطقة تزدير في المملكة العربية السعودية، هي المنطقة التي دائما تسبب لنا الإشكاليات منذ ما يزيد عن 20 سنة. هناك دائما من يشهد أو يدعي رؤية الهلال من تلك المنطقة، وكما وردني قبل قليل أن 3 أشخاص من هذه المنطقة ذهبوا ليقدموا شهاداتهم أنهم شاهدوا الهلال. نأمل ونرجو أن يكون قرار المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية حكيما، وأن يلقوا بالا للحسابات والحسابات العلمية القطعية، لأن هذه الرؤية نحن نعلم مسبقا أنها غير صحيحة، لأن القمر أصلا لم يكن موجود في السماء بعد غروب الشمس في تلك المنطقة. أولا أحب أهني الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك، نسأل الله أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية بكل خير وبركة. وأحب أن أسلم عليك وعلى الضيوف الكرام معك في الاستديو. حياك الله، كل عام وأنت بخير وانت بصحة وسلامة. هل يعني ذلك ان العيد غدا؟ العيد غدا بتوقيت ام القرى، اما بتوقيت الرؤية الشرعية فنحن قمنا بالتحري لهذا اليوم، فليس هناك اي وجود للهلال، وتحدث الخبراء والفلكيين في هذا الموضوع كثيرا واوضحوا واصدروا البيانات المتعددة قبل حدوث ايش عملية الرصد. فأعتقد أنه داخل المملكة العربية السعودية يستحيل رؤية الهلال، وخصوصا المناطق الوسطى والشمالية. نعم، ولكن هناك من أبلغ برؤيته. والله إذا كان هناك من أبلغ برؤية الهلال أو رأى الهلال رؤية العين، فينبغي علينا أن نقفل الجامعات والمراصد الفلكية الموجودة حتى نجعل المجال لمثل هؤلاء الأشخاص، ومعناته أن البقية وهؤلاء العلماء الفلك الذين يصدرون البيانات معناته أن بياناتهم خاطئة 100%، وهذا أعتقد أنه كلام غير منطقي أبدا. ينبغي علينا أن نقفل الجامعات والمراصد الفلكية الموجودة حتى نجعل المجال لمثل هؤلاء الأشخاص، ومعاناته أن البقية ينبغي علينا أن نقفل الجامعات والمراصد الفلكية الموجودة ينبغي علينا أن نقفل الجامعات والمراصد الفلكية الموجودة